هاي، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير الهندبة. المكونات بيعتمدوا حسب الكمية اللي انتم مستخدمين فيها الهندبة. بنبلش اول شي بتقطيع الهندبة، بعدين بتغسيلها بالماي، بنغسلها منيح. منصفيهم منيح من المي، وهلأ منضيف مي بقلب الطنجرة وبننطر المي لحتى تغلي. وقت تبلش المي تغلي منضيف الهندبة ومنبلش ندفعهم منيح لسفل الطنجرة عشان ينبلوا منيح. نتركهم لمدة نص ساعة تقريبا على الغاز، بعدين منصفيهم منيح من المي. منضيف نص كوب من زيت الزيتون، منضيف بصل أو فيكن تستخدموا بدل البصل ثوم. منقطع البصل بالطول مثل ما شايفين بالفيديو، بعدين منضلنا عم نحرك لحتى يصير لونهم ذهبي، وبدنا نحرك منيح أحلى ما يحترقوا، كل تقريبا شي 5 دقايق. منضيف الهندبة ومنحركهم مع البصل منيح، منضيف ملح منتركهم لحتى يغلوا منيح، وهيك بتكون خلصت الهندبة وجاهزة للتقديم. فيكن تحطوا شوية جوز عليها ورمان كمان إذا بدكم، وكمان فيكن تحطوا عصرة ليمون. باي، نشوفكم بالفيديو الجاي.